اليوم راح نشرح الـ Principle of Force Convection. طبعا اخذنا الـ Heat Transfer by Convection بالمقدمة الشابتر الأول Introduction، وكان قسمنا الـ Convection إلى Force Convection و Natural Convection، وقلنا الـ Force Convection اللي هو انتقال الحرارة ما بين الجدار والمائع بواسطة تسليط فان او بلور، يعني قوه خارجيه تحرك الهواء لانتقال الحراره بين الجدران والمائع. وبالنسبه للناتشرال كونفكشن راح يكون انتقال حر بدون وجود فان او قوه خارجيه، راح يكون انتقال الحراره بالكونفكشن ما بين الجدار والمائع ناتشرالي. هنا طبعا راح ناخذ الجزء الاول اللي هو فلو اون فلات بليت اكسترنال فلو، راح ناخذ اللي هو انتقال الحرارة ما بين الجدران الخارجية وما بين المواقع. فراح ناخذ flow on a flat plate external flow. طبعا هنا كل مائع ومائع يصير على جدار راح يكون هناك قوة shear force اللي هي الفيسكوسيتي مضروبة في تغير السرعة بالنسبة لتغير الواي أو المسافة ما بين الجدار أو المسافة العمودية على الجدار، تغير السرعة على تغير المسافة العمودية على الجدار. فهنا طبعا هنا تعتمد الفورس كونفكشن يعتمد هنا على نوم نمبر، عدد النومز اللي هو طبعا اذا كنا باللامينا ايجن راح يكون رينولد نمبر اصغر او يساوي 5 في 10 اس 5، او اذا كنا كان اكبر رينولد اكبر من 5 في 10 اس 5 راح يروح للترانزيان ثم الى التيربينا. طبعا هاي المنطقه راح تبين عندنا منطقه لامينا ايجن وبعدين الترانزيان وهنا منطقه التيربينا. هاي طبعا عندي بليتا او فلات بليت، وعندي هنا ما عنده يسوي بسرعة U infinity. طبعا هنا رينولد قانون مالته هو density مضروبة في U infinity في X على اليمين والX، هي المسافة اللي هي يقطعها الماء على الجدار أو الكيت، وهنا اليمين والفيسكوستي للماء. طبعا ناخذ اللامينار باوند لير on flat plate. الباوند لير هنا راح يوضح هذا الشكل الباوند لير ثيكنس. هنا اذا عندي جدار او فلات بليت وعندي ماء يجي بسرعه يو انفينيتي راح تتاثر سرعه الماء بسبب الفورس شير فورس ما بين الماء والجدار، فراح يقل الفيلوسيتي، وكل ما تكون قريب الماء من الجدار راح يكون في المنطقه بها سرعه اقل، كل ما نبتعد عن الجدار راح يكون تأثير الفيسكوستي على السرعة أقل. كل ما نبتعد عن الجدار قلنا راح يكون تأثير الشير فورس أقل على الفيلوستي، إلى أن نصل إلى منطقة تكون هي السرعة اللي هي اللي جاي بها الماء اللي هي اليوم انفينيتي. فهاي المسافة إلى أن نصل لهاي المنطقة اللي هي تأثير الشير فورس زيرو تقريبا، راح تكون هاي الثيكنس اللي هو الباوند لير ثيكنس. هنا الفلوريت، طبعا الفلوريت اللي هو داخل الباوند لير داخل الباوند ام دوت راح نحسبه تكامل نص صفر الى طبعا هنا راح نخليها الى دلتا لانه هو نص صفر الى دلتا، الباوند لير ثيكنس هي دلتا. فالتكامل للام دوت راح يصير نص صفر الواي يساوي صفر الى الواي يساوي دلتا. الرو في الدنسيتي في الفيلوسيتي يو في الدي واي، هذا التكامل راح يعطينا كميه الماء اللي او تدفق الماء خلال الباوند لير ثيكنس. معادله اللي نحسب من عندها الباوند لير ثيكنس اللي هي 4.64 اكس على نوت اس نصف، وهذا الاكزاكت سوليوشن اللي هو دلتا يساوي 5 اكس على نوت اس نصف. والعلاقه ما بين الفيلوسيتي عند اي واي والفيلوسيتي عند الباوند لير ثيكنس او عند الدلتا راح تكون بهالشكل، يو على يو انفينيتي راح تكون 3 على 2 في واي على دلتا، ماينس نصف في واي على دلتا اس 3. هذا اكزامبل راح يوضح لنا شلون نحسب الباوند لير ثيكنس. اير ات 27 ديجري سنتيغريد اند 1 اتموسفير فلوز
over a flat plate at a speed of near meter per second. يعني عندي هواء عند درجة حرارة 27 وضغط 1 اتموسفير وديسري over a flat plate بسرعة 2 متر per second. Calculate the boundary layer thickness at a distance of 20 سنتيمتر and 40 سنتيمتر from the leading edge of the plate. إذن احنا راح نحسب الباوندري layer thickness بعد مسافة من البداية إلى 20 سنتيمتر. إيش قد عد ال 20 سنتيمتر الباوندري layer thickness وعد ال 40 سنتيمتر من leading edge إيش قد الباوندري layer thickness. وبعدين calculate the mass flow rate that enters the boundary layer between x يساوي 20 و x يساوي 40. إذا أحسب الفلو ريت اللي داخل للباوندري layer ما بين x يساوي 20 وما بين x يساوي 40. وعندي الفيسكوستي للهواء الاير at 27 degree 1.85 × 10⁻⁵ على متر سكند. طبعا هاي اما يعطيها بالسؤال او اذا عندك جداول تقدر تروح تحسبها من الجداول. هنا الحل طبعا لانه معطيني بريشر وتمبرتشر للهواء فنحسب الدنسيتي للهواء بهاي المعادله وهو يساوي دنسيتي يساوي بريشر اوفر ار تي. وهنا البرجر 1 اتموسفير اللي هو 1.0132 × 10⁵ باسكال وهنا R اللي هو 287 في التمبرتشر حول الكلفن 27 × 10⁻⁵ تطلع عندي الدنسيتي 1.177 كيلوغرام على المتر المكعب. وانولد راح يطلع عندي هنا نحسب انولد عند ال 20 انولد يساوي رو يو انفينيتي على الاكس على ميو في الاكس على ميو. الدنسيتي 1.177 حسبناها في اليو 2 اليو انفينيتي اللي هي 2 قيمتها معطيه بالسؤال والاكس اللي هي المسافه ال 20 اللي هي 0.2 بالمتر والدنسيتي فيسكوستي 1.85 × 10⁵ هاي موجوده بروبرتي مالت الهواء عند 27 فراح تطلع عندي الانورد 25448. طبعا الانورد نمبر 5 × 10⁵ اللي هو 500,000 هذا اقل ما يساوي او اقل ما عنده راح يكون عنده لامينر. اذا اقل من 500,000 اذا انا هنا منطقه اللامينر ريجن عند الاكس يساوي 40 سنتيمتر انورد احسبها بس راح تغير عندي المسافه الاكس راح تصير 0.4 يعني 0.4 هي 40 سنتيمتر بالمتر راح تصير 0.4 راح يصير عندي الانورد 50,296. اذا اجي احسب الباوندري لير ثيكنس من دلتا 4.64 اكس على انورد اس نصف بال 20 سنتيم مسافه 20 سنتيم الباوندري ثيكنس الدلتا راح يصير 4.64 في 0.2 على 25,488 اس نصف. هاي المسافه الاكس اللي هي 20 سنتيم حولناها المتر 0.2 صارت. وهذا الانورد اللي حسبناه عند ال 20 سنتيم اللي هو 25,488 تطلع عندي boundary thickness اللي هي 0.00582 متر أو 5.8 مليمتر. وعند الأكس يساوي 40 عند الأكس هنا راح يصير 0.4 عند النورد اللي حسبناه عند ال 40 سنتيم اللي هو 50,896 راح يصير عندي boundary thickness 0.00823 أو 8.22 مليمتر. شوف هنا عند boundary thickness عند المسافة 40 تكون أكبر من المسافة 20 طبعا هذا اكيد ما تزيد المسافه راح تزيد الباوندري لير ثيكنس. الماس فلو ريت طبعا هنا الماس فلو ريت اللي هو تكامل نص صفر الى دلتا او يو دي واي. هنا اليو لازم اعوض عنها بالقانون اللي هو اليو على اليوم في تساوي 3 × 2 واي اوفر دلتا ماينس نص صفر في واي اوفر دلتا اس 3. اذا ما كان اليو اعوض هاي المعادله وابدي اكامل أبدأ كامل من الواي من صفر إلى واي يساوي دلتا دي واي وهاي المعادلة راح تكون نتيجة 5/8 في أو في يو إنفينيتي في دلتا. عوض القيم طبعا هنا الأمدوت هو يريد الدلتا أمدوت لأنه يعني يريد الفلويت الداخل للباوندري ما بين العشرين وما بين الأربعين. إذا هو الدلتا آخذ بالنسبة للدلتا راح آخذ الدلتا للباوندري ثيكنس الدلتا ما بين 40 وال 20 واضربها في 5/8 في رو في يو في راح تطلع عندي نتيجه الفلويد او الدلتا فلويد 5/8 في 1.7177 هاي 5/8 هاي الدنسيتي 1.177 في الفلوستي انفينيتي 2 في الدلتا بالنسبه لل 40 اللي هو 0.00823 باوندري ثيكنس وعند ال 20 باوندري ثيكنس هي 0.4058
راح يطلع عندي الدلتا ام دوت 0.00354 كيلوغرام بير سكند.